السلام عليكم. طريقة تغيير خطوط الايفون الى الطريقة التي هي شكل الرقعة او النسخ طريقة بسيطة جدا، طريقة رسمية. اول قبل كل حاجة نذهب الى الاعدادات، بعد ذلك ندخل الى العام كما تشاهدون عام هنا، بعد ذلك ننزل الى اللغات، لغة الجهاز كما تشاهدون اللغة والمنطقة، بعد ذلك هنا نذهب الى اضافة لغة جديدة، نبحث عن اللغة هذه، سوف أقوم بحذفها الآن لكي أبحث عنها من جديد. تم. كما تشاهدون أذهب إلى اللغة، اللغة والمنطقة، بعد ذلك إضافة لغات أخرى، بعد ذلك أكتب هنا البنجابية، البنجابي هذه كما تشاهدوها البنجابي تسلق. بعد ذلك أعمل تفضيل النسخة البنجابية تسلق، انتظر الجهاز. كما تشاهدون هذه هي اللغة، هذه اللغة العربية رسمية، طبعا هي بنجابية بالأحرف العربية، يعني اللغة كلها لغة عربية بس الكتابة بالبنجابي. كما تشاهدون هنا جهة الاتصال، شوفوا كما تشاهدون الكتابة مثلا، سوف أغيرها بالعربي كما تشاهدون. يعني كتابة عربية بس الأحرف والكتابة والخط، خط الرقعة وخط النسخ، نستطيع تغيير الخط من الرقعة للنسخ. هذه طريقة مختصرة ورسمية، لا تحتاج لا برامج ولا أي شيء. إذا أعجبكم الفيديو جيل إعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. معكم فواز الوصابي وإلى اللقاء.